المعامله ديالو كانت زوينه، قدم كاع الناس في الحومه، في يعني قدم كاع العائله، فهمت يعني كيدير الخير، معروف كيدير الخير وسي طيب بزاف، يعني ما عنده ولا مع شغب، ما كيكمي، ما كيدير حتى حاجه اللي خارج القانون. تلقينا الخبر بانهم مشاو عندو الخدمه ديالو، قالوا ليه غنديروا معك التحقيق، مشاو داو وبصح داروا مع التحقيق وفي الاخر اعتقلوه. قالوا بلي كان عنده يد في الشغب ديال الماتش ديال الجيش الملكي، وهو عنده دلائل بلي راه خرج من السفر الرابط قبل كاع بشي 2 مينوت ولا شي حاجه قبل، وعندنا دلائل ديال الكاميرا ديال الدار بلي راه خرج بلي وصل للدار مع 25 دقيقه. يعني الا جينا نحسبوا الطريق غادي نلقاو الوقت هو هذاك. رمضان ما داش الصراحه حيت كانت بلاصتو كبيره بزاف، يعني ملي كتجي تشوف واحد مظلوم وما كاينش معاك في الدار وكان كيدير الحيويه في الدار، يعني كتشوف بلي راه ما لا رمضان لا عيد. نفسيته مدمره بزاف، يعني كيقول بلي انا مظلوم، علاش فهمتي يعني بلاصتي ماشي تما، بلاصتي انا ما عمري ما درت شي حاجه اللي غنوصل لديك البلاصه حتى لهاد المره هادي. سر التعاطف ديالهم معاه هو انهم كيشوفوا كيدير الخير وما داير لا بيديه لا برجليه، وهما عارفينو كيفاش داير، يعني عارفينو ما عندوش مع المشاكل، ما عنده مع صداع مع والو. التهم اللي موجهه ليه دابا هما البيع الاقراص المهلوسه، التجاره في الاقراص المهلوسه، و التحريض على الشغب، تخريب صافي. مستجد الصراحة أنا ما عرفش محامي، كانوا جوج، واحد ما بقاش وبقى ديال الجيش الملكي اللي شد الدوسي ديال الجمهور ديال الجيش الملكي كامل. قال لهم بلي فهمتي يعني هو مظلوم، علاش هو يوصل تما، يعني هذيك ماشي بلاصتو، ما عمر ما دار شي حاجه اللي غتخليه يوصل ديك البلاصه. لا ما داروش كاع اعتبار لهذا الشيء، ما داروا حتى شي تدخل، في زعما عطيناهم كل شيء ولكن باقي ما كاين والو. ما عليك الا بالصبر، وان شاء الله حنا عارفينك ما داير والو ومظلوم 100%، وإن شاء الله يكون خير. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.